لطالما عملت روسيا على تعزيز منافذ قوتها، فاستغلت قدرتها العسكرية الهائلة في بناء جسور بينها وبين المناطق المسيطرة عليها لدخول أوروبا بأوسع أبوابها، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية وعازمة على المضي قدما في فرض سيطرتها وسيادتها على كل مكان يزيد من قدرتها على التحكم في العالم. وفي هذا الفيديو سنتعرف على الجسر الأهم والأطول في روسيا، جسر القرم وأهميته الاستراتيجية لروسيا. لم يكن احتلال روسيا شبه جزيرة القرم من باب الفراغ، فهي بوابتها نحو دول أوروبا والعالم الغربي، وهي الحلقة التي تربطها بباقي المناطق الروسية. إذ قامت روسيا بعملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية عام 2014، ذلك رداً على عزل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وانضمام أوكرانيا لحلف الناتو. واحتلت روسيا آنذاك مناطق هامة في شبه جزيرة القرم، وأجرت حينها روسيا استفتاءً، وصوت أغلب سكان القرم لانضمام الجزيرة إلى روسيا الاتحادية، وبالفعل أصبحت تحت السيادة بعاصمتها سيمفروبول، ويطلق عليها في الوقت الحاضر منطقة القرم الاتحادية. وردت أوكرانيا بقطع جميع الطرق البرية من شبه الجزيرة وإليها، وتحدى بوتين حينها العالم أجمع، بالأخص حلف شمال الأطلس، بتوقيعه عقداً بمليارات الدولارات لبناء جسر القرم عام 2015، حيث استطاع فلاديمير بوتين بذلك تحويل حلم روسيا منذ عهد الاتحاد السوفيتي إلى واقع. وبدأ بناء الجسر في وسط عام 2015، وافتتح بوتين القسم المخصص للسيارات في الجسر في عام 2018، وركب قطار الركاب لافتتاح قسم القطارات عام 2019، وهو يعد أطول جسراً تم بناؤه في روسيا، ويمتد من شبه جزيرة تومان في جنوب روسيا حتى شبه جزيرة كيرتش في القرم، ويبلغ طوله 19 كيلومتراً، 11.5 كيلومتراً في اليابسة، و7.5 كيلومتراً فوق المياه، ويربط الجسر بحر آزوف بالبحر الأسود. يبلغ ارتفاعه حوالي 35 متراً عند القوس المركزي، كما أن السرعة القصوى فيه 120 كيلومتراً. وأشارت تقارير أن الهياكل المعدنية في جسر القرم تعادل وزن 36 برج إيفل، إذ تبلغ حوالي 260 ألف طن، ومسار السكة الحديد فيه يزن أكثر من 500 طن. وخصص جسر القرم لعبور 14 مليون مسافر و13 طناً من البضائع سنوياً. وقد حظرت روسيا مرور أي سفينة في مضيق كيرتش دون موافقتها، ففي عام 2018 أطلقت قوات حرس السواحل الروسية النار على 3 سفن تابعة لأوكرانيا واحتجزتهم في البحر الأسود. ويلعب جسر القرم دوراً مهماً منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في الشهر الثاني من العام 2022، إذ تعمل من خلاله على نقل جميع المعدات والآليات العسكرية إلى القوات الروسية في شبه جزيرة القرم، لكونه المنفذ الوحيد لإيصال كل ما تحتاجه القوات في جنوب أوكرانيا. يعد حالياً هدفاً استراتيجياً للقوات الأوكرانية مع مواصلة الغزو الروسي لبلادها، في حين أكد الخبير العسكري أندري بيلوف أن القوات الأوكرانية لا يوجد لديها قدرات عسكرية وتقنية لاستهدافه، كما يصعب اختراقه بسبب إنشاء درع أمني فوقه عام 2019، وتم تشكيل منظومة دفاع جوية قوية. والمفارقة هنا أن أوكرانيا قد هددت روسيا في عام 2021 بتدمير جسر القرم عبر استخدام صواريخ نبتون المجنحة التي أنفقت على تطويرها ملايين الدولارات. وجسر القرم الآن يعتبر ذات أهمية استراتيجية لروسيا، واستهدافه وتدميره خسارة معنوية وعسكرية كبيرة لها بعد غرق طراد موسكوفا مؤخراً. فهل يوجد لدى أوكرانيا قوة وإرادة عسكرية لضرب جسر القرم؟ أم أن منظومة الدفاع الروسية ستكون حاجزاً لصد أي هجوم على الجسر؟